حنا خدينا العتيق ديالنا باش نوفروا الناس الماء الساخن بعده طرق يعني بعده وسائط. عندنا شوفوا ديال الغاز شوفوا الكتر... شوفوا ديال الغاز اللي كيبدا من 5 لتر حتى ل 18 لتر في الدقيقه كيخدم بالطاقه ديال الغاز اللي كيحرق الغاز باش يوفر الطاقه باش يسخن الماء باش نستعملوه في الديور ديالنا. وكاين السخان ديال الطاقه الكهربائيه اللي كيعتمدوا على الطاقه الكهربائيه باش يسخنوا الماء هما اللي كاينين في الناحيه الاخرى. هذوك تما كيبداو من 10 لتر حتى ل 300 لتر. وكاين عندنا حتى السخان ديال الماء بالطاقه الشمسيه اللي كيخدم يستغل الطاقه ديال الشمس باش يوفر لنا الماء الساخن اللي نستعملوه حتى هو في المنازل ديالنا. وزياده على هذو كاين دوطخ عندنا امكانيه اخرى باش نوفروا حتى الحمام بلدي المنزلي في الدار. عندنا لي شوديات اللي هما هذو اللي كتشوفوا قدامكم اللي كيوفروا ان الانسان يقدر يسخن يدير واحد الحمام بلدي عنده في الدار ديالو. وهذو كيخدموا بالغاز. الاختيار ديالو كيتبنى على الحاجه ديالو، الحاجه ديال شحال عدد الافراد ديال العائله ديالو وشحال كيستعملوا يعني الكونفور ديالو ديال الماء، واش كيستعمل الماء سخون بزاف ولا الماء سخون شويه. حتى الا كان الماء سخون بزاف خصو خصو يشوف حتى لو ديبي ديال الماء اللي غيستعمل خصو يكون طالع، ولا الحجم ديال الماء اللي غي حيت كاين جوج طرق ديال انتاج ديال الماء سخون، يا اما الماء سخون انستونطاني يعني كيكون الكتريك ولا بالغاز، وغالبا اللي كيتمشى بزاف هو ديال الغاز تيكون انستونطاني، هي كتحل الروبيني تيبقى الماء دايز. وكاين السخان ديال الماء اللي بالطاقه الكهربائيه تيكون هو عباره عن وعاء ولا ان بالون ديال الماء سخون اللي فيه واحد ريزيستونس اللي كتسخن داك الماء، وهذاك تيكون شويه محدود من ناحيه ديال الحجم ديالو. دونك هنا باش يكون عنده الكونفور ديالو خصو ياخذ الدماغ الكبر العدد ولا الحاجه ديالو ديال الماء سخون، خاصو يشوف ياخذ حتى الحجم الكبير ديال السخان ديال الكهرباء اللي غادي يخدم به. الاثمنه على حساب الاثمنه ما نقدر نقولها الا مناسبه، مناسبه طبيعه الحال لان عندنا الجوده، عندنا لوريجين اللي هو ممكن نقول موريجين ديال الشركه ديال بوش اللي هو منتوج اللي مشهود ليه بالكفاءه وسميتو من الصعيد العالمي. عندنا لا فينيسيون، عندنا لا كاليتي، وعندنا لا ديورتي يعني البرودوي اللي كتاخذوا وكيبقى لك مده طويله. لا ديور ديال الفي ديال المنتوج ديالنا ديور كبيره. دونك هذا الشوفو ديال الكهرباء، سخان الماء كهربائي كيخدم الطاقه الكهربائيه، فيه واحد ريزيستونس الكتريك اللي هي ملي كيدوز فيها التيار الكهربائي كتنتج لنا حراره اللي كتسخن لنا الماء اللي كاين في البالون. بطبيعه الحال هذا الشيء تحت الكونترول ديال الترموستا، الترموستا هو اللي كيعطينا كيدوز الكهرباء اون فونكسيون دو لا تمبيراتور اللي عزلنا عندنا. بحال مثلا كان عندك لتحت كتحكم في الحراره ديالو من 10 درجات حتى ل 70 درجه، وانت تعزل الحراره اللي بغيتي. حتى هذا فيه لا سيكوريتي لان فيه واحد الاليه اللي كتسمى سوباب ديال سيكوريتي، لان الماء سخون الا سديت عليه ساد انت روبينيت الماء سخون والماء بارد كيدخل وما كيخرجش، ولا عطيناه طاقه يعني سخن غادي تزاد واحد الحجم ديالو. دونك هنايا كيكون واحد السوبر ديال السيكوريتي كيما سميتو السوبر سيكوريتي، كيوفر لنا السيكوريتي عن طريق واحد النقط ديال الماء اللي كتخرج من الشوفو باش كتنفس كديسيبي داك لا بريسيون اللي كيطبق في الشوفو. كيما كتشوفو معنا هذا سخان ديال الماء بالطاقه الشمسيه، يعني كيستغل الطاقه ديال الشمس ولا الحراره ديال الشمس باش يوفر لنا الماء الساخن اللي نستعملوه يوميا في المنازل ديالنا. دونك الناس بداو كيتعاطاو حتى هو السخان ديال الماء بالطاقه الشمسيه، لان الطاقه الشمسيه غير محدوده ومجانيه. دونك هنا الناس في الاول كان حكر على الناس اللي الناس الميسورين، اما الان حتى الناس المتوسط الطبقات المتوسطه وحتى الطبقات سميتو حتى هما ولاو كيتعاطاو السخان ديال الماء. الامن طبيعه الحال الامن سالم 100%. غير اللي كيهمنا دابا في هذه الساعه هو السلامه ديال الماتيريال، لان الماتيريال خاص توفر ليه وسائط ديال السلامه. كاين جروب ديال السيكوريتي وكاين سوبر ديال السيكوريتي كتشوفوا الفوق، لان الحراره ديال الشمس كما كنقولوا ما نقدرش تتحكم فيها، دونك السخونيه تقدر تفوت القياس. الا فات القياس كاين سوبر ديال السيكوريتي وكاين الجروب ديال السيكوريتي اللي كيديسيبيو ديك لا بريسيون كيخرجها سو فورم دو غوت دو باش يبروتيجيونا غير لانستالاسيون ديالنا. هاد الشوريه هادي كتوفر لنا الماء الساخن وكتوفر لنا الشوفاج سونترال، يعني لي غادياتور ديال الشوفاج اللي كنانستاليهم في لي شومبر، بلونشي شوفون اللي كنديرو في الديور تقدر تمسح فيهم في دارك واخا في فصل الشتاء، وكذلك الحمام بلدي، حمام بلدي منزلي
كيعتمدوا على هاد لي شوديير هادو اللي كيخدموا بالغاز باش كيوفر الناس انه كيدير واحد الكوا عنده في الدار كيدير فيه الحمام بلدي كيدير فيه واحد البرنا وكيسخن الحمام بلدي وكياخذ منها الماء سخون في كل ظروف ديال الراحه والاستمتاع بالحمام بلدي. بالنسبه للمنتوجات ديالنا كاملين كتخضع للضمانه، يعني كنعطيو الضمانه لكل منتوج. طبعا بحال كل منتوج عنده مده ديال الضمانه ديالو وعنده مده ديال الصلاحيه اللي كتشمل اليد العامله وقطع الغيار ديالها. وراهنا حتى ملي كتسالي المده ديال الضمانه المنتوجات ديالنا باش تخدم في احسن الظروف كنوفروا قطع الغيار وكنوفروا للاشخاص ولا التقنيين الفنيين اللي غادي يديروا لونتروتيان، لان اي اباري كتحتاج لونتروتيان. دونك عندنا خدمه بعد البيع مركزيه هنا في الدار البيضاء، وعندنا فروع ديال الخدمه بعد البيع ولا لي سو تريتون ديالنا ديال الخدمه بعد البيع اللي كيغطيو التراث الوطني كامل باش كيوفروا القطع الغيار وكيوفروا اليد العامله اللي غادي تدير لونتروتيان ديال المنتوجات ديالنا.